احنا عارفين انه الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفر كل سبل الراحة والمساعدة لكل الناس علشان يشجعوا ان هم ينزلوا. اتكلمنا على انه بيتم توفير مقاعد لكبار السن، او ان اللجان تم مراعاة الكبار السن هتكون قريبة، ما يحتاجوش يطلعوا سلالم عالية. عرفنا كمان ان في طريقة مخصصة لذوي الاعاقات البصرية، طريقة برايل، علشان يقدروا ان هم يطلب اصواتهم. خلينا نعرف من الأستاذة سحر الألفي، مدير مدرسة الأمل للسم وضعاف السمع، إزاي ذوي القدرات الخاصة قدروا أن هم يشاركوا في عملية التصويت؟ مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. إزاي قدرتوا أن أنتوا تشاركوا في عملية التصويت، واحكي لنا الأجواء يا فندم. الأجواء جميلة جدا جدا، وبيشاركني أولياء الأمور والطلبة، حتى الأطفال الصغيرين اللي ما لهمش حق الانتخاب موجودين معايا هنا في مدرسه العباسيه الفندقيه. الحاله جميله جدا والناس مبسوطه، والولاد قالوا اغنيه بلغه الاشاره بيهدوها للرئيس: خليك دايما وش الخير. يعني منظر جميل جدا 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 هنا، والناس كلها داخله بتشاركنا، وولاد كتيره دخلوا انتخبوا، والناس فرحانه جدا جدا بالموقف اللي حاصل. وبعدين احنا في الاول ابتدينا تركنا المواد بتاعت الدكتور بلغه الاشاره، ووريناها للولاد في المدرسة، ورفعناها لهم برضو على النت، والولاد الحمد لله يعني فاهمين، وفهمناهم يعني ايه دستور ويعني ايه مشاركة، وهم فرحانين جدا. وخاصة ان كان لينا شرف لقاء حرم السيد الرئيس في مؤتمر شرم الشيخ مؤسسة الثانية، فده كان له اثر شديد جدا، وخاصة ان هي وعدتنا بزيارة المعرض بتاعنا، ده كان له اثر جامد جدا جدا في نفوس الولاد. والمنظر هنا جميل جدا جدا جدا، محتاج فعلا كاميرا في البيت. عايزة أسأل حضرتك سؤالين. السؤال الأول، ليه حرصتوا أن أنتوا تنزلوا وتشاركوا وتدلوا بالأصوات الخاصة بعملية الاستفتاء كنوع من المشاركة الوطنية؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أن في التعديلات الخاصة بمواد الدستور في التمثيل المناسب لذوي القدرات الخاصة، وأعتقد أن ده هيبقى موجود على طول، كان موجود قبل كده لدورة برلمانية واحدة، لكن هيبقى موجود على طول للدورات اللي جاية. فارق إزاي مع الولاد التعديل هذا البند تحديدا؟ أولا زي ما حضرتك بتقولي إن هو واجب وطني، فكان لازم يعرفوا مصلحة البلد في إيه، ويعرفوا السيد الرئيس بيقدم لهم إيه، والبلد بتعمل علشانهم إيه، وعلشان هم فعلا كل حاجتهم تجي لهم صح، لازم يكون لهم مشاركة، لازم يكون لهم رأي إيجابي في بناء وطنهم. دي حاجة. بالنسبة لتمثيلهم في البرلمان فعلا دي حاجة مهمة جدا، وبالنسبة للمواد اللي نزلهم في الدستور الجديد حاجة كويسة جدا ومفرحة الولاد قوي، حاسين بلغة أو بتعبير السم، حاسين إن مصر ورانا. وطبعا كانوا بينادوا بالمطالب ديت سنين طويلة، كنا بنسمع إن عايزين فرص عمل، عايزين مصدر رزق، عايزين فرصة جيدة في التعليم. فأعتقد إن اللي يكون ليهم نواب في مجلس الشعب هيكون، أو مجلس النواب هيكون ليه أثر كبير في تحقيق هذه المطالب. يكفي يا فندم إن صوتهم دلوقتي بيوصل، واللي هم عايزينه بيوصل وبيتعمل. يكفينا شرفا وفخرا إن احنا قابلنا حرم السيد الرئيس شرم الشيخ، وان احنا طلعنا اصلا المؤتمر، ودي اول حاجه كانت تحصل ان حد من الاولاد ذوي الاحتياجات الخاصه وبالذات الصم ان هم يشاركوا في مؤتمر زي مؤتمر الشباب. احنا بنشكر مؤتمر قادرون باختلاف، يعني الحمد لله احنا لنا تمثيل قوي جدا جدا، ومعرفين ولادنا يعني ايه حقهم، يا رب على قدر المسؤوليه. يا رب دايما ان شاء الله، ونشوف مشاركات اكبر واوسع باذن الله في المستقبل. بنشكر حضرتك استاذه سحر الالفي، مدير مدرسه الامل للسم وضعاف السمع، شكرا على وجودك معنا.